أهلا وسهلا بكم في طبقنا لهذا اليوم من حلويات البراونيز. نتعرف معا إلى أبرز المكونات: ثلث كوب كاكاو، كوب طحين، 3 بيضات، 3/4 كوب سكر، رشة ملح، 3/4 كوب زيت نباتي، نصف ملعقة باكينج باودر، ملعقتي فانيلا، رشة جوز الهند وملعقتي كاجو. مكونات صوص الشوكولا: ملعقة كاكاو، 4 ملاعق سكر بودرة، ملعقتي زيت نباتي، رشة ملح وربع كوب حليب. في البداية نقوم بدهن القالب بالقليل من الزيت النباتي ونضع أوراق الزبدة لمنع الالتصاق. في وعاء نضع الزيت النباتي والسكر ونقوم بخفقهم جيدا. نضيف البيض مع الاستمرار بالخفق. نضيف الملح والفانيلا ونستمر بالخفق جيدا. في وعاء جديد نقوم بوضع الطحين والكاكاو والباكنج باودر ونحرك المكونات، ثم نضيفها فوق الخليط السابق تدريجيا. نحركهم جيدا في الخفاق اليدوي حتى يصبح المزيج متماسك. نضيف الكاجو، وهذا شيء اختياري يمكن الاستغناء عنه. نسكب المكونات في القالب ونضعهم في الفرن لمدة 15 دقيقة. وهكذا أصبح البراونيز جاهزاً. جانباً نقوم بتحضير صوص الشوكولا. في وعاء نضع السكر الناعم 3 ملاعق مع ملعقة كاكاو والقليل من الملح ونمزجهم جيداً، ثم نضيف فنجاناً من الزيت النباتي والحليب ونقوم بخفقهم جيدا حتى يصبح المزيج لزجا. نقوم بقلب قالب البراونيز ونزيل عنه الأوراق، وبعد التقطيع نضع عليه صوص الشوكولا ورشة جوز الهند. بهذه الطريقة يكون قد انتهى طبقنا لهذا اليوم، وإلى اللقاء في أطباق مقبلة في المرة القادمة.